السلام عليكم. اليوم نديرو كروكوي رولي، نديرو 500 غرام صفار بيض. كانوا عندي كيسحق بياض بيض نخبي صفار، خبيته في الكونجيلاتور. اليوم راني نحيتو كاس ونص سكر غلاسي، كاس حليب، كاس زيت، كيلو فارينة ولا أكثر، ثلاث شكاير فارينة، الخميرة، ثلاث شكاير خميرة، كاكاو ومغرفة لافاني ورفعة تاع الملح. هكذا نميكسيه مع الحليب، هكذا خلاص ميكسيتو الحليب مع البيض، صفار بيض. ندير سكر كاس ونص، حركو نديرو كاس زيت، هكذا باش يدوب السكر. نديرو رفعة ملح، نديرو مغرفة على لافاني ولا نزيدو شوي، نديرو الفرينة.
نديرو الخميره كاس شكاير، نزيدو الفرينة حتى نتحصلو على العجينة، ماشي هي بزاف ماشي هي جارية. حتى نزيدو كدا وليجي نزيد هكدا نروح نقسمو نص، نص نديرلو الكاكا ونص نخليه بيض. نزيد شويه ماشي بزاف، نقسم نص نحطو على جيه ونص نديرلو الكاكاو. دروك نديرو مغرفة كاكاو، نخلطها مع شويه مع الحليب ماشي بزاف، دروك خلطناه مليح مع الكاكاو هاوليك جا شويه جاري، زدت له شويه فرينه هكذا جا هكذا. دروكا نجعدوه هكذا، بيض ونص دروكا نحلوه بالحلال. ندردر شويه الفرينه باش ما يتلصقش،
دروكا نقلبوه هكذا. زيد نركبو شويه باش يجي هكذا. دروكا ندوروه. دروكا نحطوه هكذا في البلاطو. خلاص درك كملنا نديرو البيض. ندهنوهم بالبيض وندردر الفوق من الفوق السكر. القاطو تاعنا رولي هكذا. الكاتو تاعنا رولي والكاكاو والصفار بيض. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وما تنساوش الاشتراك هنا وادعيو لنا. نديرو السكر من الفوق هكذا. درك نطيبوه.